واخدني ليه وياهم؟ انا مالي؟ انا ما عملتش حاجه، حرام عليكم. ده انا هيلا حته شغاله، يا مسكتك السوجه يا مبروكه، يا مسكتك السوجه، حرام عليك. سيبني. انت واخدنا على فين؟ مشوار صغير لحد المديريه. انا ما بروحش مديريات، المديريه هي اللي لازم تجيلي لحد عندي. يلا بينا يا عزيزه. انتوا هتتعزموا على بعض انتوا الاثنين، وبعدين جيتي ملاش حساب ولا ايه؟ ولاد الاصول لازم يردوا الزياره، وانا بدات. صدق معاك حق، يلا بينا حجاج نرد الزياره. يلا بينا يا حبيبتي. الله، امال العربيه فين؟ انت كمان ما بتشوفيش؟ ما هي قدامك اهي. ايه وانا همشي كل ده؟ ربنا يديك الصحه عزيزه. يلا يلا، ما تفضحيناش بقى. اضحك ازاي يعني؟ معلش يلا. ما اقدرش انا امشي كل ده. معلش سامحني المره دي. مبسوطه؟ عاجبك؟ ايدك معايا يا اخوي. تعالي يا حبيبتي، تعالي. بس يا بنت خلاصي بقى. انا ما عملتش حاجه، انا مسكت الصودا. يا لهوي. عامل ايه وازاي اخواتك؟ سلموا عليك. نورت يا ست الكل. اما حليمه وحشاني. وانت وحشانه يا ست الكل. ايمن باشا، ازيك يا سعاده البيت؟ ازيك يا عزيزه، اتاخرت علينا المره دي. اديني جيت لك برجلي اهو، وبهنش عليا اجي لك ويجي فاضي. جبت لك حته خواجاتي معايا اهو. هديه مقبوله يا عزيزه. تعيش يا باشا. احسان يا حبايبي. افندم الوالد يض. نورت يا ست الكل. نورت يا حناطر. بيتنا يا باشا. اتفضلي يا عزيزه. ازيك يا غالي؟ عامله ايه يا تعيش يا حبيبتي؟ بنت اخوخه. عامله ايه بنت؟ ازيك وزي ازيك يا نسوان؟ الحمد لله. يلا. ام عزيزه جت؟ ام عزيزه جت؟ كلمي جت هي وينا؟ ام عزيزه جت؟ والنبي جت؟ والنبي جت؟ استني يا اختي، ام عزيزه مين؟ مين؟ ام عزيزه دي الخير كله، الكرم كله، الحنيه كلها. ام عزيزه دي اجدع ست فيك يا سجن القناطر كله. تعالي بكم عرفك عليها. يلا يا اختي. اكسجين. سيبيهم زينة. ازيك يا بنت؟ الحبسه وحشه من غيرك قوي يا ام عزيزه. اجيلي جيت لكم. نورتي يا ام عزيزه. ام عزيزه دي بقى اختي هنا في السجن، هنادي. هنادي ازيك يا بت؟ الحمد لله يا ام عزيزه كويسه. ايه القمر ده؟ انت اللي قمريني يا ست الكل. ايه كله تمام؟ شايفه شغلك يا زينات؟ كله جاهز ومستنيكي يا معلمه. وانت اسمك ايه يا ست البنات؟ اسمي اسماء. اسماء؟ الله، ده من احلى الاسماء. انا بنت الحاجه تحيه. والله اهلا وسهلا. وانت عامله ايه يا غالي؟ انا الحمد لله. المهم انت لو عوزتي اي حاجه قولي لي، ومن غير اي حاجه. خيرك سابق يا بت. اختشي خير ده ايه؟ هو في ام خيرها على اولادها؟ طب ده انت دونا عن البنات دي كلها بكفه. ده انت بنت الغاليه يا حبيبتي. سلام. انت ما بتاكلش ليه؟ ما تاكل. ده لازم اكل، بس في حاجات احلى من الاكل قدام دلوقتي. ايه ده يا كرم؟ انت بقيت بتشرب؟ لا مش بشرب ولا حاجه، بس دي عشانك انت. عايزه تنبسطي معايا كده. ما انت عارف اني ما بشربش بالنهار. استقبليها مرة بقى ونشرب مع بعضينا وننبسط كده على الصبح. ايه المشكلة يعني؟ احنا بالليل مشغولين. انما ليه يعني العزومة اللي بالشيل الفلاني ده في المكان الجميل ده وكمان ازازة نبيت؟ ايه الحكاية؟ قد جمايل. يلا اي خدمة، اي حاجة انت عايزاها احلمي بيها بس كده وانا هعملها على طول.
سلام. ده تعمل ايه؟ لا عنك انت شغلت انا. بتحبيني؟ انت لسه بتسأل؟ بتحبيني؟ بموت فيك. تتجوزيني؟ حبيبي يا كرم. ده الناس بتبصوا علينا. الناس كلها بتبصوا علينا. يا سيدي سيبيني ببص، ايه المشكلة يعني؟ محرومين. الفضايح دي. عارف يا كرم؟ نعم. أنا طول عمري كان نفسي أتخطب كده على طريقة الأفلام الأجنبي. يلا ديني ما حرمتكيش من أي حاجة خالص. إعلامي أنت بس مشاوري كده وكرم ينفذ لك كل اللي أنت عايزاه. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. طب ممكن بقى أطلب منك طلب اليتيم اللي كل مرة أطلبه منك؟ مش معقولة يا دلال خطيبتي تبقى شغالة الشغلانة ديت. يا دلال سكتي ليه؟ ما تنطقي. كانش في داعي يعني تكلف نفسك وتعمل العزومة دي كلها. كنت قلت من الأول إن خطوبتنا قصاد إني أسيب الشغل. وإيه المشكلة؟ ما استاهلش منك إنك تسيب الشغل. عشان تتجوزي اللي لسه قايلة إنك بتحبيه وتموتي فيه دلوقتي حالا. ولا هو كلام بيتقال في الهوا وخلاص. وليه ما يكونش كلامك أنت اللي في الهوا وخلاص؟ يعني إيه؟ مش فاهم. تكون زيك زي غيرك. عايزني ليك لوحدك برضه، بس جايب دبلتين تضحك بيهم عليا. جالك كلام؟ شغلك عماكي خلاص خلاكي تشوفي كل الناس في كفة ميزان واحدة، ودار الصبح مع الوكل الدود. كله عندك بقى زي بعض يا دلال. بس أنا بقى مش زي اللي بتسهري معاهم. أنا مش معفن. أنا مش قصدي، بس أنا بصراحة مش قادرة أصدق إنك حبيتني بجد لدرجة إنك عايزني يوم مع عيالك. أنا أنت مال أهلك؟ أنت دخلتي جوه دماغي؟ يا بنت أنا بحبك، والله العظيم بحبك. يا بنت أنت مني وأنا منك. شايلين نفس الهم على راسنا بقالنا سنين. عايز الحق بقى اشيل الهم ده من فوق راسك بدل ما اقطع في جدتك واقطع في لحمك. عايز الحقك عشان بحبك، والله العظيم بحبك. وعايزك تقومي عيالي. انت بس وافقي وقولي اه اللي انت عايزاني اعمله لك. اقول لك ايه تاني؟ والنبي قولي اه. اه يعني لبس الدبل؟ ايوه. انت قلت ايه؟ ممكن. اه يعني اه صح؟ ممكن اه. استني بقى عشان أول مرة في حياتي ألبس دبلة. هلبسك أنا كمان. تيجي اعمل اللي أنت عايزاه براحتك. يا جدعان قالت اه، يا جدعان قالت اه. قالت اه. مجنون ده. أنا بحبك يا دلال. ايوه يا عم انت بتبص على ايه؟ بحبها ايه؟ بحب والله العظيم بحبك وحياه امي بحبك. بص عليك عايز اقول لك عشان تعرفي وتاكدي بس مش اكتر. نفسي اثبت لك كل حاجه بقولها حقيقه زي ما هي كده بالظبط. فضلت حيلو ما يردش اقول له حبيبي ما يردش. ما تقومي يا محشتكه تتعلمي لك حركه من دول. بس يا بت ما تكسفيهاش ولا هتعرف. اللي ما يعرفش يتعلم يا روح ماما. بص بقى يا حبيبتي، دي بقى اسمها الهبة. كده هو كده هو. احسن الجاب والعيبة اتعلم الخايبة. قومي يا بنت، قومي هز طولك كده وانا هوريك. خلاص ملوش لزوم، اصلا انا هسيب الشغل. ليه بنتين دول ضايقوكي؟ لا بس انا اصلي اتخطبت. طب والختنة الشريفة انا زغرت لي. بس لمين يا حسرة؟ واحد من الزباين يا بت، كرم البرمان. يا اختي ده مكحول وكحيان، وده هيصرف عليكي بقى ولا هياخدك شغالك وياخد اكل حسابه؟ كرم مش كده، كرم راجل هيستتني ويتكفل بيا قبل ما اضيع. ليه شايفانا ضايعين؟ بص يا اختي على بناتك وانت تعرفي. مالهم بقى بناتها؟ الهيتك كسا يا شيخه. جرى ايه يا بيت؟ مالك كده بقيتي معطوفه في عواطفك واخدانه معاكي في الرجلين؟ وبعدين بصي كويس يا حبيبتي، بنات اهو زي الفل، بتسرق الكحل من العين يا بيت. ست اسكتي، هي مش هتسكت لما اسمعها وسخت الودان. يا اختي بدل احنا مش عاجبينك كنت بتحكيها فينا ليه؟ خلاص انت وهي في ايه؟ ما انتوا مش هتشوفوا وشي تاني اصلا. وهيكفل هو اسم الله باخواتك؟ خليكي معانا السنه دي، اما تخلصي مصاريف اخواتك وتجهزي روحك وتجيبي اللي نفسك فيه. احنا اللي هنعيده هنزيده؟ خلاص يما ما بتقفش على حد، واللي يبقى نبيع.
انتي ركزي، اتكي على عقلك وقولي اتكيت. احنا عايزينها تزه زه وتحلو. خلاص موافقه، بس بشرط اللي اطلعه حلال عليا. مالكيش عندي غير حق الهدمه اللي بلبسها، والا من هنا على الوكاله عيد اللي طقم على ذوق. ذوقك ليه؟ مش عاجبك ذوق خالتك يا اختي؟ طب بصي الهدمه دي هتاكل من جسمك حته، يا بيضه يا فله يا ملبن. ماشي بيتي حبيبتي تربيتي. قومي 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 يلا وريهم انك بتعرفي. ايوه بصي يلا لفيها كده، ابتدي شويه ابتدي شويه رجليك على بعض. بصي طب بصي دي بصي يا لولا تحت بس يا ماما وخبيت فوق دلوقتي. ايوه ايوه اهي بتعرف اهي. صدقي هتوحشيني يا خالتي. لا ما فيش شرط وبتعرف. خلاص عايزه الكل. استنى والنبي يا اختي بلقاش معاكي ملقاط؟ لا بعدين هنا مفيش ملقيت. اوف I can't believe it. We're the only two people on the same level over here. I can feel the chemistry between us. ايوه قولي لي انت متوقعه الحكم يكون عليكي ايه النهارده؟ متوقع ما رجعش هنا اصلا، اللي بره مش هيسيبوه. طب ممكن اللي بره دول can get me out of here. انا مظلومه. بس انا بقى مش مظلومه. I'll do my best. I promise. يا اختي واحد عاتبه خلاص. تسلم ايدك يا بت. جيلس يلا جلس. يلا يا بت يلا قول. بمشيئة الله عايزة لما اخد حكم تبقي وياها في عنبر 11. فلا الله ولا فلك براءة ان شاء الله. يا مصيبتي دي تبقى داهية ودقت على دماغي ودماغي اللي خلفوني. براءتك تبقى داهية؟ ايوه داهية. ما هي براءتي قصاد حبسة الحاج. هتشيلي عنه؟ دي القضية دي فيها سنين. ولو اعدام أنا أبجي حجاج برقبتي. النبي بتحبي للدرجات دي؟ آه بحب. أنت واقفة على جنب. ولا تكونيش مفكرة إني بتقعد كيف ما بيحبوش رجالتهم زي بقية الناس. بس الكذب خيبة. المرة دي أنا شايلة شيلتي مش شايلة شيلته. موضوع الكوكايين كانت شورتي المهببة.
ادعي لي بس ربنا يرزقني بقاضي يكون ايدي خفيفه ولا يهفناش حكم يقطم وسطينا. دول كانوا حبقت كده يا دوب بجرب. ولا ايه يا رورا؟ مش سامعه لك حسي يعني؟ ودي مالها دي؟ يلا يا غاليه لعدد كامل. حاضر. بس انا سمعتها وهي بتقول ان هي طالعه من القضيه ومش راجعه تاني. هي مسنوده من فوق من فوق قوي عشان كده حاطه مناخيرها في السماء. مدريه مامي يا حيوانه. مينيمم ماما مامي. اما المهم الخبر اللي انا جايبهولي ديل حلو ولا وحش؟ هو خبر يهمك والسلام. قولي. عارفه فرورة دي ولا اسمها رورا ولا اسمها ايه دي؟ رولا يا جهله يا ضحله. على اساس ان انا خدت اسمها في المدرسه. المهم حبيبتك نزلت الجلسه مع الست. عارفه رولا هتخرج براءه وعزيزه للاسف هترجع. كان نفسي تاخد براءه. انا ما تاخذنيش يعني في السؤال ده. ست عزيزه اول ما جت كنت حاسه كده انك شايلاها فوق دماغك وزعق. دلوقتي بتتمني لها براءه. براءه اعدام. المهم تغور من وشي وما تجيش العنبر هي والبنات بتوعها ويرموا زبالتهم ويعملوا الدوشه بتاعتهم ويقلبوه غرزه. اف. وكمان الريحه بتبقى لا تطاق. اعدام ايه تف من بقك؟ ست عزيزه دي ست الكل وتبقى امي على فكره. هي من امتى اتبنيتك يا هنادي؟ اسمي هند على فكره. يا مامي يا دريه مفتريه. أوت. اكسجين. الحمد لله على السلامة. ملزومة ايه بقى قلة المزاج اللي على الصبح ده؟ نورة. جرى ايه يا صابر؟ ما تسمع يكش ودنك تنضف شوية وقلبك. اتكل على الله. لا اسمع الأغنية الأول. يا بنت اسمعي اتكل على الله، احنا موقفين الشارع. يوب ما تضربش. طب يلا اتكل على الله. سلميها على الحاج راد. قلبي. صباح الخير يا حاج. هي الساعة كام معاك دلوقتي؟ طب والنعمة الشريفة ما ذنبي. صبر اتأخر في توصيل السجانات وتوه ما عدى عليا جت على طول. ما دام صبر بيأخرك يبقى من بكره تشوفي عربية تانية. ليه بس كده يا حاج؟ دي آخر مرة ومش هتتكرر والله. بقول لك إيه؟ من بكره تشوفي أي سواق تاني غير صابر. مالك يا منى؟ وشك عامل زي الليمونه كده ليه؟ انت ما بتقيسيش سكر؟ بقيس. الله. امال انت ما بتريحيش نفسك ولا ايه؟ ومنين تجيلي راحه بس يا مي؟ ليه يا حبيبتي كفالة الشر؟ الحمل شادد عليكي؟ لا خالص بالعكس. مش الواد اللي تعبني، ابوه. بيعمل ايه فيكي ده؟ اوعي يكون بيضربك. لا 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 خالص، ده حتى طول الوقت بيقول لي بحبك، ما اقدرش استغنى عنك. امال في ايه بس؟ مش عارفه يا مي، في حاجه مش فاهماها، حاجه مش مريحاني بصراحه. دي كانت جوازه ما يعلم بيها الا ربنا. لا على فكره انا بحبه ومش ندمانه. تفتكر كان يستاهل اللي عملته في ابويا؟ بعد ما قهرته وكسرت نفسي. اللي وجاني ان ابويا سكت،
كان نفسي ابويا وما عرف يضربني، ان شاء الله حتى كان موتني. بس اللي قاهرني بقى انه بيسالني، تفتكري هيرضى يتجوزك؟ هورينت وهي دي كانت جوازها يا منى، دي كانت توريطه. لولا ابوكي خايف من الفضيحه ما كانش رضي يحط ايده في ايد واحد سواق سنكوح زي ده. ما يسواش دفر اللي عايزين يناسبوا الحاج راضي. لا والاكاده لهف العربيتين وطرمخ على الاقساط. لعلمك ابوكي مطنش بمزاجه عشان خاطرك وخاطر اللي في بطنك. وانا اللي قاهرني اللي في بطن، على قد ما عايزه اشوفه والمسه واخده في حضني، على قد ما بيجي عليا وقت بحس الود ودي اقطع بطني دي، عشان طول الوقت بيفكرني قد ايه انا كنت رخيصه. استغفر الله العظيم يا رب. يا حبيبتي استغفري ربك وعيشي لابنك اللي جاي، انسي بقى خلاص اللي حصل حصل. ربنا يسامحني. من منتي منى منى، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام مي؟ الحمد لله. والله البيت منور. ربنا يخليك. طب يا حبيبتي هعدي عليكي بكره الصبح. لا على فين، والله العظيم ما يحصل، لازم تاكلي معانا لقمه الاول. معلش هطلع اتعشى مع الاولاد فوق. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب سلامي بقى للاستاذ احمد والاولاد. يوصل حاضر. لو احتجت اي حاجه تحت امرك. حاضر. مع الف سلامه. لك فراوله عشان نقطعها الموز. والله ربنا ما يحرمني منك يا رب. هشتين في ايه يا منونتي، انا ما وحشتكيش ولا ايه؟ لا طبعا وحشتيني. ايوه كده طمنيني. شايلوا شويه الله يبارك لكم ورا معاك العيش. يلا ما ورناش غيركم يا مسهل يا رب. غاليه، حسب معلوماتي انت العلاقه كويسه بالست عزيزه، وده هيساعدك كتير على تهدئتها وقت اللزوم. تحت امرك يا فندم. عشان كده انا عايز حد يسيطر عليهم من جوه. ست احسان يا فندم، انت هتروحي المغسله، وانت يا غاليه هتروحي عنبر 11 مخدرات. حاضر. تأمرنا بحاجه ثانيه يا باشا؟ لا شكرا، اتفضلوا. شكرا. نورت يا ست الناس. تعيش يا اختي. السلام عليكم يا حبيبتي. اهلا يا ام عزيزه. نورت. الحمد لله نورتي العنبر يا ام عزيزه. وحشينا يا ست الناس. انتوا كمان وحشتونا. ازيك يا ام عزيزه؟ ايه يا بنت الحلاوه دي، الحته بتحلي كل كده من ولا خيري. ايه؟ كل من خيري. السلام عليكم يا نسوان. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا. ازيك يا جعفر؟ ازيك يا ست الناس؟ لا تنهض ودوب يا اخويا. نورت يا ست الناس. كده جود. سلوى فين يا جماعه؟ يا سلوى ظبط نفسك. قول خلي البنات يوضبوا لي السرير ده يا سلوى. من عينيا. يلا يا بنت انت وهي قومي لم حاجتك. لا يا بنات شهلوني حبه مش كده. يلا. على فكره ماره، المكان اللي انت قاعده ومجعوسه فيه ده وعماله تطفحي يبقى بتاعي فرشتي.
فرشتك. اه يا اختي فرشتي، بس انا بقى هسيبولك زكاة عني وعن عفيتي. اتفاح يا اختي. او ماي جاد. نعم اوت رولا، عملت ايه؟ طب يا اختي قولي لي الحمد لله بالسلامة، نورتي العنبر. الا قولي لي، هي البت الرورة دي بنت مين في مصر؟ دي البت المفعوصة طلعت منها يا اخواتي زي الشعرة من العجين. اه انا قلت كده برضو، هي بنت اللي بيعجن. والله عزيزة كلامك كله حكم. او دبل تو عليكي وعلى اهلك. اعوذ بالله من وش النسوان. يا مامي. اه يا نا. مش قادرة. ايه مش هينفع، لازم تتغذي كويس عشان اللي في بطنك. انت خدت الدواء ولا لا؟ خدته قبل الاكل. طيب ما الدواء ده لازم تاكلي عشان ينفع يشتغل. شوية حبة بطاطس. خد الورك كده. اللي انا والشيف. طبعا يا حبيبتي. انت حبيتني صح؟ ايه يا منى، انت لسه بتسالي دلوقتي؟ انا معرفش اعيش من غيرك. بس انا مش فاهم ايه اللي جاب في دماغك الاسئله دي، يعني انا عملت فيكي حاجه او زعلتك او ضايقتك او كده يعني؟ لا انا بتاكد بس. لا عايزك تبقى متاكده. مش عايزك تفكري في اي حاجه غير صحتك، ممكن؟ ممكن؟ عشان خاطري بقى يلا افتح افتح. انا والشيف thank you.